الفقرات الثابته اللي هتكون معانا في برنامج الترند، واحنا لسه عندنا تفاصيل كتيره وفقرات لسه حاطينها كده ايه مخبيينها لغايه لما تطلع في التوقيت المناسب، بس الترند راجع بشكل مختلف. من ضمن الفقرات هيكون معانا فقره ثابته اسمها نادي القرن. نادي القرن يعني ايه؟ يعني اسمك وتاريخك ومكانتك واللقب الكبير ده لازم يكون مستغل اعلاميا على اعلى مستوى من خلال شاشه الاهلي. ازاي؟ عندك دوري ابطال افريقيا، عندك مشاركات تاريخيه على المستوى الافريقي، عندك بطوله مونديال انديه في امريكا، عندك كاس فيفا انتر كونتيننتال، والبدايه النهارده مع نادي العين. لذلك فقره نادي القرن لازم تليق باسم ومكانه الاهلي لما نتكلم على مشاركه الاهلي على المستوى الدولي مع واحد من نجوم النادي الاهلي. النهارده بيشرفنا في اول فقره وفي اول ضيف في هذه الجزئيه الكابتن احمد عادل، احد نجوم النادي الاهلي والظهير الايمن، واللي شارك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2006 بعد الفوز على الصفاقسي في نهائي دوري الابطال بنتيجه كانت مفاجاه مدويه بهدف في الثواني الاخيره لمحمد ابو تريكه. كابتن عادل منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا في برنامج الترند. حبيبي يا سعيد، سعيد انا موجود معاك النهارده في اضخم شاشه على مستوى الوطن العربي وفي افريقيا وفي مصر. بالتوفيق، حاجه فعلا مشرفه وحاجه تشرف قناة الأهلي وتشرف اسم الأهلي. اسم الأهلي كبير بتتويجاته بألقابه ببطولاته بإنجازاته، فسعيد إن أنا موجود معك النهاردة حبيبي يا كابتن أحمد. وإحنا معانا برضو ضيف يعني دايما موجود معانا على طول، كاس السوبر المصري، وإحنا بنتكلم على بطولات وألقاب وتاريخ كبير جدا، وكابتن أحمد معانا ومعانا ضيف كاس السوبر النهاردة أكيد بعد الفوز بالبطولة على حساب الزمالك. بس الكاس خلاص اتعودنا عليه، إحنا حامل اللقب آخر مرة طبعا، والبطوله الحمد لله احنا بنتكلم في 14 15 لقب يعني. يمكن بص ده اللي يمكن هتلاقي كلامك على طول على اللي جاي، مباراه العين. صح. خلاص هي بطوله وخلاص، ودي مقاومات اللي موجوده عند اوضه لبس النادي الاهلي، ان هي دايما هي هدفها البطوله، بتحقق البطوله، بطوله وتضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي. السوبر المصري بطوله مهمه زي اي بطوله ما بتكون مهمه، دايما الاهلي حرصه على البطوله مش حرصه بيكسب مين او بيتغلب على مين او بيتفوق على مين، لان اللي بيتكلم عن النادي الاهلي بطولاته، اللي بيتكلم عن النادي الاهلي انجازاته. فاكيد كاس سوبر موجود في مكانه الطبيعي، السوبر المصري اكيد بطوله 15 زي ما اتكلمنا قبل كده على بطولات النادي الاهلي، هي اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، اكيد بطوله مهمه. غدا باذن الله ممكن يعني ان شاء الله اذا ربنا كرمنا هيكون عندنا كاس زي ده. يعني بكره الفكره مش في المباراه المكسب والتاهل بس، لا، للمشهد اللي احنا شايفينه ده ممكن يكون معانا في قناة الأهلي يا رب بإذن الله إذا تم اجتياز نادي العين، لأن بعد المباراة في مراسم تتويج، في تسليم ميداليات للفريق الفايز والفريق البطل، الجايزة 2 مليون دولار ومعاه كاس. يعني طبعا أكيد لسه هنشوف الشكل بتاعه لأن أكيد هيبقى مفاجأة، بس الكاس ده بطولة قارية اسمها كأس القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا والأوكيانوسيا، تحت شعار كأس فيفا انتر كونتيننتال للأندية الأبطال في مستوى القارات. اكيد زي ما بقول لك يا سعيد، يعني ايه الهدف او ايه تواجد النادي الاهلي او في ايه المناسبه بتاعت غدا ان النادي الاهلي يكون موجود فيها، لان هو بطل القاره، بطل القاره مش بالكلام ومش بالشعارات، بطل القاره بارقامه بمكانته، ان انت بتلعب بكره اكيد بانجازاته بارقامه ببطولاته، انت بتلعب بكره البطوله دي ما حدش طلع يتكلم ولا هتلاقي حد طلع يتكلم النادي الاهلي بيلعب ليه، لان معروف النادي الاهلي بطل القاره، ان هو في بطوله مهمه شبه دي او زي دي، الاعلى تسويقيا، الاعلى اسما، الاعلى القابا، هو اللي بيشارك في البطوله دي، بدليل النادي الاهلي عنده مباراه مهمه، ومش هتلاقي اوضه لبس النادي الاهلي او اللعيبه بتفكر في الكلام ده كله، بتفكر ازاي اتخطى او اكسب فريق العين، فريق محترم عندهم بطوله ثانيه مركزين فيها بشكل كبير، لعيبه على قد المسؤوليه، لعيبه مقدره هي بتلعب فين، موجوده في مكان كبير اسمه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي مش تيشيرت تقيل على اللعيبه، لكن عارفين قيمته بشكل كويس، وده بيظهر اكيد في المباريات. محدش اتكلم وقال لك ليه الاهلي بيستضيف العين على ارضه؟ ليه ما كانش الماتش في العين؟ تصنيف ونظام والفيفا وضع قواعد، ما سمعناش احنا بقى حد قال لك اشمعنى؟ نظريه المؤامره. نظريه المؤامره. طبعا. مش موجوده، لا مش موجوده. دايما هتلاقي نظريه المؤامره موجوده عند الجانب الاخر لكن مش موجوده عند النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما شغال، انا دايما بوصف النادي الاهلي او بوصف النادي الاهلي هو زي القطر ماشي في سكته، ما يفرقش مع مين يقول عليه ايه، لكن دايما هو هيحقق التارجت بتاعه، دايما هيوصل لخط النهايه، واكيد مجلس اداره النادي الاهلي باللعيبه بالجهاز الفني مقدرين حجم المسؤوليه اللي على النادي واسم النادي، عشان كده دايما النادي الاهلي ماشي ملهوش اي علاقه باي مهاترات خارجيه،
هو دايما هدفه البطوله. يمكن احنا اتربينا في النادي الاهلي حتى من الناشئين في النادي الاهلي اتربينا ان انت دايما بتلعب على الاول، التاني زي الاخير. فدايما ال السمه او الصفه اللي عند اللعيبه او عند اوضه اللبس دايما هي بتلعب على الاول، دايما هي بتلعب على البطوله. المركز الثاني ما يناسبش النادي الاهلي وما يناسبش اسم النادي الاهلي، عشان كده بقول لك دايما النادي الاهلي على منصات التتويج هو رقم واحد. اكيد نقطة على فكرة غايبة عن ناس كتيرة في الإعلام، إن التصنيف هو اللي منح الأهلي الحق في استضافة العين هنا في القاهرة. كل حاجة ليها قواعد، ولكن عموما هنتخطى هذه النقطة ونروح بسرعة لاستاد القاهرة مع زميلنا كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي حضر النهاردة الجانب المتعلق بالتدريب، المؤتمر الصحفي، كل الجوانب المتعلقة بالتحضير قبل مواجهة الغد مع العين بطل آسيا. كريم مساء الفل، تحياتي ليك وتحيات كابتن أحمد عادل ليك، وعايزين نطمن منك على آخر الأخبار والترتيبات الخاصة بالأهلي قبل مواجهة العين غدا في 8 مساء على استاد القاهرة الدولي. كل التحية والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد والكابتن كابتن احمد عادل وكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني ان شاء الله باذن الله محمد الاجواء كلها والظروف والتحضيرات، سواء التحضيرات الفنيه التحضيرات الاداريه الخاصه بالجمهور، كل الاجواء والظروف والمناخ باذن الله ان شاء الله يكون يوم سعيد ويوم فرح على كل جمهور النادي الاهلي. واحده من المباريات الصعبه والغايه في الصعوبه كمان لكلا الفريقين، الكل بيحضر الكل بيجتهد، سواء نادي العين الحقيقه بيقوم بمجهود اكيد تحضير على مستوى طبعا اللاعبين، على مستوى الجلسات النفسيه، وعلى الجانب الاخر كالعاده النادي الاهلي وميزه لاعبي النادي الاهلي بقيمته الكبيره الفصل بين البطولات، ده امر بيكون مهم جدا. وعشان كده الفريق البطل يا محمد بيطلع من بطوله لبطوله برغبه متجدده بمعنويات مرتفعه، عشان كده بنراهن على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني. ده مش جديد علينا ان احنا نكون مركزين جدا في مباراه بقوه هذه المباراه على المستوى الفني رغم الغيابات ورغم طبعا الاصابات، لكن الحمد لله يعني وصولا حتى هذه اللحظه الامور كلها ماشيه بشكل طيب جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. يمكن كلمت امبارح طبعا على يوسف اللي هو الوحيد طبعا اللي هيكون مش متواجد، لكن النهارده بنشوف داري وكمان بنشوف كهربا، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نشوف ممتاز. محمود عبد المنعم كهربا في التدريب الرئيسي والاخير قبل مباراه بقيمه وحجم نادي العين الاماراتي، يكون ليه دور او ملوش دور في التواجد في القائمه او خارج طبعا القائمه، كل الامور دي بتكون معروفه عن الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر، لكن نفسيا الحقيقه بيكون امر مهم جدا. نقطه من اول السطر كهربا كالعاده طبعا ان شاء الله باذن الله يكون ليه تاثير مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. عايز اقول لك يا محمد وجود الكابتن محمود الخطيب كعادته في التدريبات الاخيره في المباريات الحاسمه بيكون ليها مردود كبير جدا على كل اللاعبين، اللمسات السلام النظره البسيطه تحياته للاعبين كلامه البسيط جدا مع اللاعبين مردوده بيكون كبير جدا، وبنامل ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه عندها استيعاب كبير لهذا الامر. طبعا احنا عارفين قيمه المباراه واهميه البطوله بشكل عام واهميه الحضور الجماهيري الكبير جدا اللي لابد ان احنا نتكلم عليها محمد. عايز طبعا في البدايه نشيد بوزاره الداخليه الحقيقه على الترتيبات اللي احنا شايفينها من اللحظه دي، ويمكن كمان من امس في ترتيبات كبيره جدا جدا على مستوى كل الابواب الخاصه باستاد القاهره، الدخول والخروج التعليمات المهمه جدا بجانب الشركه الافريقيه اللي ايضا كمان بتقوم بدور مهم وكبير جدا داخل استاد القاهره. ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح للكل. الكل اجتهد محمد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، كان زي ما بقول لك خلاص النهارده معروف ال 15 دقيقه الاولى للاعلام ووسائل الاعلام بالكامل، مجرد انتهت ال 15 دقيقه محمد كل وسائل الاعلام وكل الاعلاميين والصحفيين خارج الاستاد او خارج البوابات الخاصه طبعا بدخول لاعبي النادي الاهلي او الملعب بشكل كامل. ده امر كان يمكن تحذير او يمكن كان تعليمات من الفيفا وايضا كمان من النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر نادي العين يمكن عندنا معلومه ايضا كمان نادي العين مش عايز يكون اي حد متواجد بعد انتهاء المده. الكل زي ما بقول لك يا محمد بيحضر، الكل بيحاول ان هو يفرض سريه تامه على التدريبات، لكن اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص انتهى الترتيب وانتهى التشكيل وانتهت اللمسات الاخيره في تدريب الامس اللي كان مهم جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. النهارده بس كلها امور خاصه تكتيكيه بسيطه، ركلات ترجيح في الاخر كالعاده زي ما عودنا مستر كولر، لكن ان شاء الله يا محمد كل الامور دي تكون معانا، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يكون فوز امس وفوز كبير بمشيئه الله على النادي العين الاماراتي. طيب كريم انا عايز اكد على مشهد مهم جدا ومشهد مميز جدا، حرص الكابتن محمود الخطيب بس مش الترحيب باللاعبين والجهاز الفني فور الوصول لاستاد القاهره، لا ده كمان نزل معاهم لارضيه الملعب وكان في كلمات سريعه جدا قبل بدايه التدريب. يمكن المشهد ده يا ريت لو حتى زملائي في الكنترول يرجعوا المشهد من تاني، اللي اكيد رساله وحاجه ايجابيه. احنا طبعا كنا بنشوفها دايما في الكواليس خارج مصر، لكن مباراه داخل مصر اكيد ليها مدلول وليها رساله مهمه. you
بتأكيد محمد الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة وبحضوره المميز جدا الحقيقة، زي ما بقول لك مردوده بيكون كبير جدا 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 على لاعبي النادي الأهلي. الحرص ان هو يكون متواجد في أرضية الملعب، يسلم على اللعيبة، يسلم على كل الناس اللي متواجدة، دي رسالة مهمة جدا. زي ما بقول لك يا محمد، الفوز في البطولة الماضية انتهى بكل فرحته وبكل كواليسه، هي رسالة الكابتن محمود النهاردة ان احنا عندنا مهمة جديدة ومهمة قوية جدا، محتاجة كل التكاتف لكل اللاعبين، لكل الجهاز الفني، لكل الجهاز الإداري. عشان كده وجوده في التدريبات ووجوده يمكن كان متواجد امس ايضا كمان في التدريب الاخير على ملعب استاد التتش مقر النادي الاهلي بالجزيره النهارده، لمسته اللاعبين، هزاره مع اللاعبين البسيط جدا على قد ما بيكون فيها ابتسامه، لكن زي ما بقول لك يا محمد لعيبه مستوعبه بشكل كبير جدا مدى اهميه هذه البطوله ومدى اهميه هذه المباراه ومدى ايضا كمان حرص مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل متمثل في الكابتن محمود الخطيب اللي اكيد بيتحامل على نفسه بشكل كبير جدا في هذه اللحظات، ان يكون متواجد الاب ما يكون متواجد محمد مع ابنائه بقيمه هذه المباريات وبقيمه البطوله. طبعا بطوله الانتر كونتيننتال بتكون ليها رساله مهمه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون عندها الوعي الكبير والاستيعاب الكبير لهذه الرسائل الكبيره، وايضا كمان من جمهورنا اللي منتظرينه بمشيئه الله ان شاء الله يكون كالعاده ليه مفعول السحر، الهتاف، التشجيع، الدور الفني اكيد متروك للاعبين، لكن دور الجمهور مهم جدا جدا باذن الله يكون ليهم مفعول السحر ان شاء الله، والكل بيكمل بعض يا محمد، والنجم هو النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كالعاده يبقى النادي الاهلي على منصات التتويج، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه غدا من نصيب النادي الاهلي باذن الله. زميلنا كريم احمد موفد قناة الأهلي من قلب الحدث في استاد القاهرة الدولي نقل لنا كل الكواليس والتفاصيل والأخبار الخاصة باستعداد الأهلي لمباراة العين الإماراتي. يمكن المشهد في المؤتمر الصحفي كانت فيه أسئلة كتيرة خارج النص، أسئلة مش مهنية. أتمنى الفترة اللي جاية الزملاء الصحفيين في المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالمباريات تبقى الأسئلة في صميم المباراة، ما تبقاش خارجة عن النص وتفاصيل ومشاكل وقضايا وموضوعات. للأسف المفروض ده أنت بتلعب في القاهرة ومع النادي الاهلي وحاضر مؤتمر الاهلي، المفروض الاسئله تكون ايجابيه اكتر من كده، بنناشد كل الزملاء الموضوع ده يا جماعه مهم جدا، وانت بتحضر حدث، مش بقول حدث قاري، ده حدث دولي تحت شعار الفيفا، فمهم جدا المؤتمر الصحفي الناس تكون مستعده بشكل كويس وتسال اسئله متعلقه بالمباراه. فاصل ثم نواصل حوارنا مع الكابتن احمد عادل. اهلا بحضراتكم من جديد في الجزء الاخير من برنامج الترند والعد التنازلي لمباراه الاهلي والعين الاماراتي. طيب نتكلم فني شويه كابتن عادل. ماتش الاهلي والعين، اكيد انت لعبت كاس عالم انديه 2006، اجواء المباريات الكبيره دي، المستوى الدولي، شعار الفيفا، اهتمام الاتحاد الدولي، اللاعب بيبقى داخل المباراه بيحس ازاي بالمباراه دي واجواها؟ اكيد انت بتبقى داخل على ليفل لعبه تاني خالص، تحضير بشكل كويس جدا، تركيز على اعلى مستوى، لان انت في فرق ان انت بتشارك في افريقيا في بطولات افريقيه او تشارك في بطولات محليه او فرق محليه او فرق افريقيه، وغير على المستوى العالمي او على المستوى الدولي بتلعب فرق خارجيه عندها طريقه لعب مختلفه، عندها سرعات، عندها جيم مفتوح، عندها بعض العناصر اللي تقدر تضيف لك انت في الناحيه الهجوميه او على مستوى مفاتيح اللعبه اكتر. لا مستوى تاني خالص وليفل تاني خالص، فمهم جدا على اللعيبه والجيل الحالي هو متمرس عليها بشكل كبير جدا، ومشاركته في اكتر من كاس عالم الانديه، يمكن دي النسخه العاشره بين في كاس عالم الانديه للمشاركه فيها. اعتقد ان الجيل الحالي شارك بحوالي او خمسه او ست نسخ زي دي، اعتقد ان هم متمرسين بشكل كبير جدا عليها. يعني مين محظوظ اكتر، الجيل بتاعكم اللي لعب في اليابان الساعه البيولوجيه بقى والاجواء المختلفه ودرجه الحراره البرد والجو ده، ولا الجيل الحالي اللي لعب في المغرب وفي قطر وفي الامارات ولف في دول عربيه وهي البطوله حتى بتتلعب في مصر؟ كده انت الجيلين هيشيلوا من بعض. يعني مين جيل محظوظ اكتر من الثاني؟ لا هو الجيل الحالي، هو الجيل الحالي محظوظ اكتر، لان احنا كنا بنشارك في توقيت غير توقيت مصر، بتلعب فرق جامده جدا حتى على مستوى افريقيا او على مستوى المنافسه، كانت الفرق اكتر منافسه في افريقيا، لكن دلوقتي ما شاء الله يعني الاهلي خمس نهائيات بتاخد اربعه، فلا يعني هو جيل بيسلم جيل، لكن احنا ظروفنا كانت اصعب، يعني ظروفنا كانت اصعب، لكن مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده كانت بتتكلم في 90% من قوام منتخب مصر من النادي الاهلي. صحيح. مع فتره مستر مانويل اعتقد الجيل الحالي، يعني احنا الجيل بتاعنا سلم الجيل الحالي التاريخ يعني الحمد لله. طيب تتويج الاهلي بالسوبر والكاس الممتازه اللي معانا دي اللي ممكن تكون فعل خير ويكون في كاس ثانيه بكره ان شاء الله باذن الله، هل الفوز ده ليه تاثير ايجابي بعد ما كسبت الزمالك، ولا دي بطوله ودي بطوله، ده مشهد وده مشهد مختلف قبل ما تلعب مع العين؟
خلينا واقعيين ان كل تحقيق بطوله ليها دوافع، ليها دوافع، والنادي الاهلي عنده ملكه كمان ان هو بيعرف يبني على البطوله، بيعرف يبني على البطوله، بيعرف يفصل منها كويس. مكسبك على نادي الزمالك اداك دافع اضعاف ان انت رجعت بطوله مهمه او احرزت بطوله مهمه، السوبر المصري بيديك دوافع بشكل كبير جدا. الملكه اللي عند اوضه لبس النادي الاهلي انها ازاي تعرف تقفل، ازاي تعرف تركز، لكن احنا في اوضه لبس النادي الاهلي مش هتلاقي الفرحه اسبوع او 10 ايام، لان هو ما عندوش وقت، هو عنده بطوله مهمه. صحيح. كل 4 ايام بطوله، كل 4 ايام مباراه مهمه. عشان كده بقول مقاومات البطوله اللي في اوضه اللبس اكيد عند الجهاز الفني واكيد عند اللعيبه، واللعيبه مقدره ده بشكل كبير جدا. بطوله كاس العالم كانت بتتلعب كل سنه بمشاركه 7 انديه، هل تغيير النظام وهتبقى ب 32 نادي كل 4 سنين، والنسخه اللي جايه في امريكا والسنه دي بنظام مختلف، شايفين كل قاره بتستقبل المباراه على ارضها حسب التصنيف، ده افضل ولا كان النظام المجمع 7 انديه في مكان واحد؟ هو ده يعني سبع انديه في مكان واحد، ده يعني على مستوى البعيد هو ما بيضرش بالفرقه وما بيحطش ضغوط على الفرقه، لان انت عارف النادي الاهلي بيشارك في 5 بطولات ودي هتبقى البطوله السادسه، فده يبقى حمل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. عشان كده بيملك النادي الاهلي او تحقيق كل البطولات هو سر موجود عند النادي الاهلي وشايف دايما شغال عليه، هو سكواد الفريق. سكواد الفريق ان انت بتتكلم الاحتياطي زي الاساسي، ومفيش اساسي وفي احتياطي، في عندك 30 لاعب او 25 لاعب على مستوى المسؤوليه او على قد المسؤوليه، لاعب بيغيب ما بتحسش ان الاداء بيتاثر، لان في كل مركز في 2 3 لعيبه، وده دايما اللي النادي الاهلي شغال عليه، وده دايما لجنه التخطيط شغاله عليه، ان انت ازاي بوفر في كل مركز 2 3 لعيبه، لان المشاركات حجم المشاركات على مستوى لو هتشارك في 6 بطولات محتاجه كواليتي لعيبه عالي جدا، محتاجه لعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب. وده اللي شافه مستر كولر مع النادي الاهلي، ان دايما تلاحم البطولات والدافع الكبير جدا اللي عند جماهير النادي الاهلي هو دايما اللعيبه اللي علت سقف طموح جماهير النادي الاهلي. مع خساره بطوله تلاقي الدنيا قامت ما عادتش، لكن تحقيق البطوله هو الهدف اللي في الاول وفي الاخر. طيب بعين المدير الفني نلعب بنفس تشكيل ماتش الزمالك ولا المباراه بتتطلب شكل مختلف؟ انا بفضل وهقول لك ليه، انا بفضل نفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش الزمالك، لان انا بشوف ان انسب تشكيل ان انت تحقق المكسب مع طريقه مستر كولر، ان هو دايما ما بيرهبش اي فرقه، دايما بينزل يفرض اسلوب لعبه، دايما مهم جدا على اللعيبه حالتها يوم المباراه، المهم جدا ان انت عندك. انا بشوف سعيد لو انت هتلاعب اي فرقه في العالم، بس لعيبه النادي الاهلي لو في حالتها عادي وارد ان انت تكسب المباراه. عشان كده مهم جدا على مفاتيح لعب النادي الاهلي تبقى فايقه، تبقى في حالتها، واللعيبه تبقى مدركه ده بشكل كبير جدا. انت بتتكلم في فريق عنده 7 او 8 مفاتيح لعب، ده من اهم 7 او 8 مفاتيح لعب في افريقيا. فعشان كده دي حاجات مهمه، اعتقد ان الراجل هيلعب بنفس التوازن في التشكيل، وده التشكيل الانسب ان هو يبدا بيه. الاصابات الكتيره ويمكن من سوء حظنا جايه في خط الدفاع معظمها، يعني هاني مش في المباراه، يوسف ايمن طبقا لبروتوكول الفيفا في موضوع الارتجاج خلاص خرج من القايمه ومن المباراه، اشرف داري في القايمه 23 ولكن اكيد هيبعد دكه. هي القايمه اللي موجوده في الاستاد بتمرن دلوقتي دي قايمه الماتش بكره، مفيش حد هيخرج منها. تمام. اللي مش هيبقى اساسا هيبقى على الدكه ضمن ال 12 لاعب. شايف ده ممكن يؤثر على ترتيب شكل الدفاع او خط الدفاع وانت ظهير ايمن؟ فالحته دي بتاعتك اكيد عندك تفاصيل فيها. اكيد هاني غياب مؤثر، اكيد غياب مؤثر، لكن على المستوى الجماعيه اكرم توفيق مؤدي الدور بتاعه بشكل كويس، وده المطلوب، ده المطلوب، ان انا لما مستر كولر يستدعي اكرم توفيق ان هو يبقى موجود في المكان ده وظهر بشكل اكتر من رائع، كان قافل المكان بشكل كويس في مباراه الزمالك وهي النسخه الاخيره في المشاركه لاكرم، وكان مؤدي الدور بشكل كبير جدا ايجابي. تالق طاهر محمد طاهر في اخر مباراتين سواء في قبل النهائي وفي مباراه النهائي، اعتقد ان كل ده بيدي دوافع، بيدي توازن بشكل كبير جدا. اطمنا بشكل كبير جدا على اداء رامي ربيعه وعلى اداء ياسر ابراهيم في خط الدفاع. يحيى عطيه الله يعني لسه في اكتر ولسه عنده ازيد، لكن مطمنين بشكل كبير جدا سواء هيبقى موجود الشناوي في حراسه المرمى او مصطفى شوبير، كده كده الاداء ما بيتغيرش، كده كده ما تحسش ان في حارس اساسي وفي حارس احتياطي، الاثنين ماشيين بشكل كويس، الاثنين حراس المرمى كبار يتحملوا. وانا عايز اقول لك يا سعيد ان مش اي حد يقدر يحرس مرمى عارين النادي الاهلي غير شخصيه زي مصطفى شوبير، زي الشناوي، زي حمزه علاء، اي حد يلعب هم مقدرين قيمه النادي الاهلي كويس. اكيد. طيب واحنا بنختم معاك تعالى كده نشوف اراء الجماهير في السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي والعين الاماراتي، في جرعه تفاؤل ولا الناس مترقبه؟ تعالوا نشوف تعليقات الجماهير على الصفحات السوشيال ميديا. ميدو بيقول مباراه صعبه
بس لعبت الاهلي رجاله وقدها وان شاء الله 2-1 للاهلي وسام وامام. طيب البدايه مبشره، نشوف تعليق تاني معانا. خالد بيقول ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي، الاهداف وسام والشحات وطاهر. يا مسهل. ابو عصام بيقول 2-1 للاهلي وسام وعاشور ان شاء الله باذن الله. في تفاؤل؟ انا في تفاؤل وفي اسباب كتير. طيب طيب هشام بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 2-1 الشحات وكهرباء. حماده ابو جبل اخر تعليق معانا، ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 وسام وحسين الشحات. توقعك يا كابتن احمد، هل تتفق مع الجماهير ولا شايف النتيجه ممكن تكون قريبه او نتيجه كبيره؟ انا اتفق، لان انت دلوقتي لو هتاخد بالك من الاسماء انت بتتكلم في 5 ممكن يسجلوا او 6، ودي حاجه فعاليه ايجابيه. انت بتتكلم في الشحات ممكن يسجل، بيرسيتاو ممكن يجيب، طاهر ممكن يسجل، امام ممكن يسجل، وسام ابو علي ممكن يسجل، انت عندك 7-8 ممكن يسجلوا، مع لو الضربه ثابته ممكن ياسر ابراهيم، ممكن رامي ربيعه قبلهم عبد المنعم. اعتقد ان كل الاساليب دي ترجح كفه النادي الاهلي. ان شاء الله بكره اتوقع الفوز للنادي الاهلي لتحقيق البطوله باذن الله. ونحسمها بدري بدري، مش محتاجين نستحمل ان شاء الله تعب اعصاب الاكسترا تايم او ركلات الجزاء الترجيحيه. كابتن احمد نورتني وشرفتني وسعداء بوجودك معانا. حبيبي سعيد، سعدت ان انا كنت موجود معاك النهارده، وبالتوفيق دايما باذن الله. شكرا، ربنا يخليك. بالتاكيد بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. غدا باذن الله لاستوديو التحليل مباراه الاهلي والعين الاماراتي مع الكابتن احمد شوبير، مش هنكون معاكم، وباذن الله بعد المباراه في الايام القادمه ان شاء الله اجواء واصداء المباراه، وباذن الله نحتفل بالتاهل الى قطر ولعب المباريات كاس التحدي وكاس انتر كونتيننتال مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.